واحد من المخبرين اللي صادقين امام العساكر رجعوا معاه اخبار. خليه يتقدم. تكلم يا مخبر. سيداتي قمريه، لما كنا سابقين طريق وجدنا جوج الفرسان جايين كل واحد منهم على حصان كانه مارج من الجان، وبعد ما دققنا وحنا مخفيين ورا الجبل بان باللي الاول هو سعد بن الزنجي، اما الفارس الثاني ما عرفناه ولا عمرنا شفناه. فيهم الان؟ بيننا وبينهم يا سيدتي مسيره نصف يوم على الحصان. رجع مع رجالك يا مخبر، وبقوا سابقينهم ومثقبين اثرهم حتى يقربوا لهذا المكان. امرك يا سيدتي. وانت يا رئيس العساكر، هيئ لي رجالك وحربهم على الجبال وامرهم يستعملوا النبال بمجرد ما يشوفوا هذا الاندال. امرك يا سيدتي. هو يا سيدتي ومع سعدون. دبرتي وحسنتي التدبير. هاد زوج الملاعين ما ينفع معهم الا النبال والحربات. اليوم نهايتهم بزوج يا فقردين. راكم غير كتضيعوا سلاحكم. ويكم خليوا النبال واتوا بالسيوف حتى تقطعوا ثلاث طراف. عندكم يا رجال، عندكم يا تبع العود، ذكور محقور على الارض، محقور. كتسمعوا؟ محقور على الارض. هذا هو البطل اللي حكيت عليه؟ هو يا سيدتي. هانتي تأكدي، شوفي اش كامل الرجال كيوزعهم يمين وشمال. هانتي ها واخد واحد ورفعه فوق راسه. خذ له الحصان وركب عليه. الحصان باش يهرب. ما تخليهوش يهرب يا رجال، ما تخليهوش يهرب ابدا يا سيدتي. ماشي خذ الحصان باش يهرب. شوفي هاو جمع العساكر. هذا مهيب، منين جاتو هاد الشجاعة كلها؟ والله ما شفت لي انا محاربه ولك في قومي شرقتلو. لا تعمليها يا سيدتي قمرية، هاد المارد راه العناد معاه محال. انا اقسم وزحل شاهد. بعدي يا رجال، كفوا عن القتال، كفوا عن القتال. سيدتي قمرية اضرب. شوف يا فقرديس، هذا لساني على وجهي وهذه دراقتي وحربتي وسيفي. يلا يا فقرديس خاطبوا يزيد المبارزة الفردية، خاطبوا بصوتك باش ما يعرفش انني مرأة، ويكون مثل جميع المغرورين اللي كيستصغروا النساء وكيحقروهم وكيظنوهم يقدروا على قتالي. لكن شو تراجع يا مولاتي؟ لا راندلي شوف رفيق سعدون اللي صابوه نبال عساكري. سعدون مولاي ابي انت بخير؟ ما صابك والو؟ تمنيت يا سعدون هاد النبال اللي صابوه في صيبوني ونشرب كاس المنون. رعاك الله يا مولاي حياتك غاليه. انا سببك يا سعدون ومن اجلي تعرضت لهاد المشاكل. استغفر الله يا مولاي، انا عهدك امام الله حتى نكون لك خادم ورفيق وحامي يا مدنت على قيد الحياة. اسمح لي يا مولاي، إلى عناية الله عكستني وثقت ضحية غدر هاد الغدارين وما ساعدتكش عليهم. صبر لا تنحي لك هاد النبلة. صبر يا سعدون. يا ريت لو جبنا معانا من عند الحكيم إفراح، من عندك طبيب اللي داوى شامه، شيء من أوراق الشجرة الأزلية. خليني يا مولاي، لا تحمل همي وانجب حياتك من هاد الخون. هذا جيش جرار، إلى استمريت معه في القتال لازم نجد الضحية. انجب حياتك يا مولاي. أبدا يا سعدون،
أنا الآن شربتهم المر وكنت عدد كبير منهم، كيف ندير حتى نرجع؟ هما الآن اللي انهزموا وتراجعوا. يا مولاي ما تراجعوه إلا باش يهجموا عليك من جديد أو يدبروا لك مكيدة. عناية الله معنا يا سعدون، ويمين الله ما أنا مغادر هذا المكان حتى انتقم لك. شكرا شكرا يا مولاي. عندك يا مولاي هذه زوجة الفرسان جايين مع يا فارس. رد هاتي شجاعة وبراعة كبيرة، احنا عرب الانصاف من شيمنا، واش تحب البراز الفردي فارس الفارس؟ يا اعضاء الله انتم اختاروا ما تريدوا. هذا فارس امامك يا بطل. نمشي لهذا المغرور اللي بعد ما شاف مقطوع تغامر حياته. انتبه يا مولاي ليش تعمل النبال معاك وانت غافل. الله حارس عباده يا سعدون. عينيته معاك يا همام. اختار يا فارس نوع البراز اللي تحب. كله يا سكرديس الحابة اولا، والسلاسل الحديدية ثانيا، والسيف ثالثا، والخناجر رابعا. يا بطل الحربة ثم السلاسل ثم السيف وفي النهاية الخناجر. زوحل يرعاك يا سيدتي. قل هذا مقطوع اللسان صديقك قبل جميع الأنواع اللي اقترح. هذه القمرية المؤمنة بك المنفذة لتعليماتك تتقاتل ولدها الطاغية اللي كفر فيك واصبح كينادي بإلى غيرك. عينها ليه يا زحل، فش المراد هذا الكافر بك يا زحل. إمكاني انتظمر يا بطل ما دامت الحربة اللي بين يديك صح، لكن غادي نصفك واللوح حتى نحرتي. يلا يا بطل ضرب السلاسل اللي اخترتي. تمنيت يا سيدي يدوي هذا النخط في مكانك ونخرجك على اعداء الله. الله لكن الهي عين هذا عبدك تو يا زين، امن بيك يا رحمن وعلى يديه امنات قومان. عينه على هذا الفارس القرنات. يلا يا فارس يا مغرور، بعد فشلك المرة الثانية في السلاسل وريني ما عندك في السيف. مالك وحش من يفو كان خناق لك فطني يا عيني، لا كنت ولا كان ذيك شان ولا تعرفت ذيك أوضع. ها ما الوقت جامد يا مغرور إلى أنت خطي وسكنك الرعب. ارجع يا عجبان أنا كان جد عليك حياتي. زحل يا هذه الجولة الثالثة بالسيف بعد ما اختار سيدتي قمرية في الزوج الأولين. عينها يا زحل على عدوك دويسا تختزن فوق الحيطان. يا مصيبتنا يا مصيبتنا يا مصيبتنا. الآن يا زبان دمك علي حلال، هذا خنجر صدرك. لا تفعل يا ولدي دويزن، أنا لا لا تفعل لا تفعل يا دويزن. امرأة تبلك يا لعينة، كيف تغطريني وتخدعيني حتى لبستيني العار عند العرب الأخيار ويقال علي حرب امرأة أنا دويزن المغوار. لا تقرب الخرجة يا ولدي دويزن،
لا. كنت يا مرورة اللي بلغ بك الاستهتار تحرب الفرصة الكبار. اسمو يا رجال اطلبوا لكم خمرية من يد هذا اللعين الطاغية. اسمو يا رجال. لا لا بعدوا يا رجال بعدوا من هذا البطل الشام. لك الشكر يا زحل انت عظيم يا زحل لك الشكر. أنا أشكر شكري زحلك يا جاهلة على الهزيمة والدل اللي فيهم الآن. يا ولدي كان شكر على معجزة من معجزاته عظمة من عظماته. وقتاش كانت لزحل عظامة ومعجزة يا نكرة ضل خالق رحمن. لا لا تكفى يا ولدي تهزم بعظمة زحل وأنا شايفاها أمامي. مجنون. شنو هي عظامة زحل؟ أنت يا همام يا ابن الكرام يلي من أجلك ما ذقت طعم الطعام ولا أحلالي مدام ولا عرفت النوم سنين وأعوام يلي حملتك 9 شهور في الأرحام يا ابن سيد العظام والجاه والمقام زوج أبوك الإمام السيف دويتان. شبيك يا امرأة؟ مسك خبل أو ضربك جنون؟ اش لهذا الكلام اللي كتنطقي بيه وشكون عرفك اسمي؟ هذا العقد من الذهب اللي في عنقك وهذا القطعة اللي معلقة فيه وهذا الشام الخضرة اللي على خدك وهذا الملامح اللي تماما فيك هي ملامح حبوب هما اللي خلوني نعرف اسمك. اش كتحبي تقولي يا امرأة؟ والدي دويدان انا امك قمرية. كيفاش؟ قمرية حاكمة حمراء اليمن وصنعاء وعدن. هي هي ولدي. نعم حمراء اليمن بوك اللي بناها من ماله برجاله وخلاها لك يا ولدي. لكن اعداء زحال الغدارين سرقوك وانت يا الله عندك 40 يوم خدوك مني وانا على فراش الولادة وحرموني منك ومن صورتك الضاوية. هذه 27 سنة من البكاء والحزن يا ولدي. 27 سنة من الوحدة والصهر وكفوفي مجهل زحل ينجي خطار وكتب اليوم يشوفك يا ولدي. اش كان سمع؟ اش كان سمع؟ يا ولدي وبحيلك القلب خبير أين يد زحل وجهتني لعمل هذا العقد على عنقك؟ هذا العقد لي ما منه إلا زوج واحد في عنقك والثاني عندي. وشكون بوي؟ بوك هو الإمام دويتان. شوف يا ولدي شوف هذا العقد الثاني في عنقي أنا. سبحانك يا مولاي. أمي ولدي العزيز. أشهدك أشوف حضنات قمية. هذه مكيدة جديدة. يا عظيمة يا قمرية يا جبارة. شكرا يا مولاي. شحال قصيت من شدائد في البحث عليك وعلى قصر يمه. خليني نحملك بين دعاني. خليني نحملك يمه. ضميني يمه ضميني وبعطفك شمليني شمليني. كتضم اهل فارس هذا نفس اللي نديهاش اللي داير بك داير بيها يا عبراش.
بعد الحرب والقتال العنق والقمال. كانوا السيوف الحديد احترجوا السيوف الهوى. يمكن هذا هو السر علاش مولاتي قمرية ما بغتش يزوج من النار ما تسيدي مولا يدو يا زن. كانت كتسنى زعما حتى ينتصر عليها شي فارس غتزوج به لحق. وربما ما كيدام المكائدها مشهورة، لما شاف هاد البطل قهرها بغات تعمل معاه الخيان. وعلى كل حال هما بداو يقربوا منا، حنا بداو يقربوا منا غادي نفهموا كلشي. سير يما انتي للخيام وانا نحمل السعدون ونتبعك. لا يا ولدي خليك لا تفارقني. تقدموا يا رجال، خذوا هذا البطل سعدون وداويوا جراحه. يلا. سمعتي يا عبرة؟ الأوامر تعطات باش يتعالج سعدون، أعداء عدو القمرية. هذا والله ما هو إلا سيف الغرام، بدل ما يشق راسها هاد البطل بالمهند ديالو شق ليها قلبها بسيف الغرام. مالك يا عبراش؟ فكرتيني في سمية مراتي. انا جالس كنلبس حوايج الحرب وهي جالسه كتبكي وكتمزق حوايجها. علاش يا عبراش؟ خافتني مسكينه ما نرجع ليهاش. او بكات ونتبات خافتك لا ترجع. فال الله ولا فالك، خذاك زحال يا مرداس. شتي ها هي الحكيمه قمريه وصلات. سيدتي قمريه خبريني شنو وقع. هو يا سقرديس، هو ولدي ديازان اللي بني تخلصت منه هادي 27 سنة تماما. العقد اللي كنت عامله في عنقه هو. وعرفتيه بشخصك؟ معلوم، هادي الوسيلة الوحيدة اللي تجعله يأمن بيا حتى نهيله حياته. ما يا سقرديس، غيت نمشي للمدينة ومعك العساكير وجلي 40 من شيوخ القبيلة اللي كانوا أعوان لبا، وعلمهم كيفاش يستقبلوه ويفهموه باللي كانوا دائما كينتظروه. لكن حاول باش السر ما يعرفو حتى حد، ما يعرفوش أكثر من هذا الربعين اللي قتلك، كتفهم؟ لأن أهل المدينة كلهم إذا سمعوا الخبر يطلبوه ياخد حكم با، ويصعب علي القضاء عليه لخد مني الحكم. غادي يتقربوا مني أعدائي، يمكن يعرفوا باللي أنا اللي قتلت با. ما تخافيش يا سيدتي، أنا غادي نسبق ونهيئ لك 40 شيخ ونفهمهم كل ما يلزم. وخلي معايا 4 من العبيد وخذوا معكم سعدون. حاضر يا مولاتي. يلا يا رجال اكوا على خيولكم وتبعوني المدينة حمراء اليمن. لكن يا سيدتي عندك يعرف اسمي سقرديس، راه سامع بي وناوي يقتلني. ما تخافش يا حكيم. حملوا ياك من هنا شوية يا سعدون شوية. ما نسيت تبشير، انا تبشير يا مولاي. مع السلامة سعدون، انا جاي. ولدي العزيز يا زين اما خلي الرجال ديالنا يرجعوا، وانا غادي نقصد ليك مكان حتى ما نوصل له الا لو جدتك او نموت ونخليه مجهول. شنو هاد المكان ياما؟ لما مات باك يا ولدي وخلاني على الحكم حتى تكبر انت، جاو اعداء خطفوك كيف حكيت لك، وخفت من سيف ارعد ومن غيره من حكام الاقطار المجاوره يطمعوا فيا ويطمعوا في بلاد باك وامواله وخيراته. هزيت جميع الذهب والجواهر وقصت بهم بين جبلين، الجبل الابيض والجبل الاسود، وهناك مكان مخفي دفنتي في الاموال. واليوم اللي وجدتك يا ولدي
وما دمنا احنا قراب من هذا المكان يلا تاخذ اموال بوك وخيراتهم، ومن بعد نرجعوا باش تاخذ يا ولدي حكم باك اللي كان عندي انا مجرد امانه حتى تظهر. يما انا مالي وخيراتي ومنتهى السهاد عندي هي كوني تلقاني بك ربي جل جلاله، هذه هي عندي كنوز الدنيا. سمعوا يا دوك العبيد خولاتي، جوج منكم يسبقوا امامنا يخبرونا على كل من كان قصرنا، وجوج يرجعوا للور ويخبرونا على كل من تبع اثرنا. امرك يا سيدي. مع السلامة. ما يا كبير فرات فين سعدون؟ راح كنت عارف يا سيدي في امراض مولات القمرية. ويكون سيدتي قمرية قد عجوا امام صديقه فقط، يلا سيروا خذوها بطول الكاف اللي فيه الماء وصلبوه حتى يوصل لماء عنقه، وكبلوه بسلاسل وقفلوا عليه الكاف وشدوا الحراسة حتى ترجع سيدتي ويظهر ما جد في الأمر. حاضر يا حكيم الحكماء. كيف حالك يا وجد سلام؟ أنا وراك حتى تنهى حياتك انت وهاد لعين دو يزن. من بعد ما قطعوا هاد المسافة يا ولدي غادي نوصل المكان اللي كنت فيه خيرة الصوت. يا سبحان الله. مالك يا ابني؟ ديك العين اللي خرجت الجبل الماء ديالها كاين مع وصافي. هبط وشرب منها يا عزيزي وجيب لي منها نشرب. امك يا امك. سمعوا يا دوك العبيد اجي وقربوا. انتم عارفين باللي هذا عدو ديالنا، وهذا الصلح اللي شفتيه ما هو الا مكيده كنحطرها له. احنا غاديين نبقاو غاديين حتى تحت الشجره الكبيره، وهناك غادي نرتاحوا، ولما ينعس هذا المارد كلكم اعطيوه دقه للراس والفم بلا شفقه. سامعين؟ بالشفاء والعناء. بالسم الفتاك اللي نحكي صارنك يا عدو زحل، اليوم نسطر نهايتك كيف سطرت نهاية بوك دو يزن. يا دو يزن سمعوا يا عبيد، لما نوصلوا للشجرة الأزلية غادي هناك نرتاحوا ونأكلوا. انا معايا منوم، بمجرد ما يذوق منه هذا العدو غادي يغيب على الصواب، وغادي ترفعوا سيوفكم وتقطعوه طراف طراف. امرك يا امرك. يا سلام، ماء عدل صافي صافي يما. هاكي دوك ارى يا كذبي. خذي لطيف ونفسك ألفا. هل أنا سعيد بك يا أمه؟ وسعادتي فقط سعادتك يا ابني. يلا يا أمه ركبوا خيولنا على بركة الله. ند الإفراح يحارب عساكري ورفض أوامري ويعز فيا بنت شامة، بلغ به الجنون يستطغى شأني وجاهي، أنا أرعد لأخطر السودان بي تسخر وتباهي. يا مولاي أرعد الكبير، أشي دركو يفرح بمساعدة ديال داك الغلام اللي ما عطناه من خرج لنا وعمل جميع الحياة اللي تقضي على حياته، هو يا مولاي اللي أصبح الآن خطر علينا وعلى معتقداتنا وديانتنا. اليوم إفراح آمن به وقوم ديالو تبعاته
وكذلك أقطار أخرى تبعاته اللي هي تحت حكمك وإرادتك. ولبقينا تفصيل هاد اللعين عدو شحل غادي كل هالأقطار العرب تبعوه وتصبح كتوحد إله غير زحل. الويل لهم يسخر ديون يا حكيم. قلتي باللي شقيقك الآن في مدينة حمراء اليمان عند الحاكمة قمرية. نعم يا مولاي، وأنا عارف قمرية نفسها أبية ومستعدة لكل تضحية، ويمكن هي الآن في طريقها ومعاها جيوشها وعساكرها البلاد أفراح تاخذ الثار. والرأي عندي يا مولاي فات كل خلفاء ديالك بس يستعدوا ويهيئوا العساكر ديالهم ويقصدوا مدينة إفراح. هي يمشي من جهة الأمام ويمشي من جهة الخلف، وعساكر من اليمين وعساكر من الشمال. وهذه الوسيلة الوحيدة للقضاء على إفراح خذوا يزن وفعلون. اختاروا أجود ما عندنا من فرسان، وكتبوا جميع الخلفاء والحلفاء يقصدوا مدينة إفراح اللي خرج على الطاعة ديالي. أنا لازم نخليه عبر الأمثال اللي سولتهم نفسهم العصيان. أمرك يا مولاي، خادمكم سقرديون قد يحضر لكم جيوش كتعد بحبات الرمل، عساكر اللي تدور بمدينة إفراح سبع أدوار حتى تاخذ الثار. وحقي زحال لو كان ما خفت نرجع معيار عند العرب حتى ناخذ سيفي ونمشي نفسي لهذا العاصي اللعين اللي تبعده يزال وتساعده الشياطين اللي كفروا الزحال المتين. حاشا يا مولاي، واش هاد الوغد يستحق هاد الجاه حتى تخرج عظمتك الحرب وقتاله وخدامك الأوفياء أكثر وكافيين يكفيوك شر كل مع الأرض من إنس وإنسان؟ عني بالك وارتاح اليوم، بالليل جيوشكم غادي تصد مدينة إفراح. زحال يعيشوا. زحال يحليك يا مولاي. أهلا وجدي يا جان، هنا مكان مناسب للراحة نرتاح ونقص شرف من بعد. الصبور خيمة يا عبي. والمكان اللي كنتي فيه الذهب يا امه مازال بعيد؟ لا يا ولدي، قدام على الصح نسير، لكن ننصح اولا ناكل شيء من الطعام ونشرب شيء من الميدان. يا امه والله لو ما كان هذا المال والذهب من الاشياء اللي خلاها ابويا لما تعبتك هالتعب، لأنه ما قيمت المال أمام تعبك هذا. يا ولدي هذا المال أنا ما خفيته في هذا المكان بإيه إلا ليلك. كنت خلف بنت يوم من الأيام وتعيش فقير محقور بين العظماء وأصحاب الشام، وانت ولد كيد الرجال سيف اليدان. يلا يا أما نرتاحوا اللي أمرت بها تكون تكون. بركة يا امه شنو هو زحل؟ كتصدقي وكتآمني بالنجوم والعبث والأحجار والنار اللي خلق الله عقاب الكفار؟ لا يا امه لا، انا آمنت باللي في الدنيا الى عالي وحده سواه، ما خاب من الطرجاه ولا ضاع من سعاه، هو النور الهادي هو الحق والصواب، هو خالق العباد من نرجى والتواب، هو مبسط الأرض ورص الجبال، هو رافع السماء وخالق الزحل، هو خالق النجوم والكواكب، هو الله الرب المجيد، هو الهادي يهديني ويلمرك يشفيه، الإمام الصادق بثيم طهر القلوب سكنها الرحمة. شايف الغدر والدسائس اللي موجودين في الدنيا يمه،
شايف الظلم والنهب والمكائد، شايف الحروب والفتن والمصائب، هذه اشياء كلها من صنع من قبل الاله. يوم يما ما يآمن كل البشر بالله الايمان الصادق الحق، غادي تهنى الدنيا ويعم السلم والرخاء والعيش الرغيد والحب بين اهل البشر. ويك يا عبد الله. نعم يما، اسمعني اسمعني، تكوين تشبع عظمته، شوف البحار تهلم قدرته، شوف الجبال تبين مكانته، دور يمين وشمال طلح جاهه وقوته. هو الحياة يما، هو الصفاء، هو الطهر، هو العفة، هو الكمال، هو الجمال، هو الحب، هو الله. وينك وينك يا جاهي؟ نعم يما. قد بس يما اشبيك ملكي رعشة سارية في عروقي. خودي هادي ضرعتي تغطيني. لا ما هو الشعور، هو هو الشعور، هو شعور وإحساس يما. الحمد لله قلبك طيب يما، ما دمت حسيتي هالإحساس قولي آمنت بالله وبإبراهيم الخليل. قولي يما، قولي آمنت بالله وبإبراهيم الخليل، قولي. لا تحملي همي، أنا ما حاسس بشوع. كيف ما الآن في الشبه أبي سبيه سبي سهدي وكل ما عندي في الحياة. يما بكريس أمك إبراهيم الخليل، أنا مصدقات مصدقات يا دو يا زان. آمن 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 بك يا أم. عاد أنا باني هنا وارتاح، أنا حاسس بالراحة سرية في عروقي. الراحة بغيت ننعس ننعس. كنت استبرت ليك يا انا اشرب ما فيه كفاية يا امه، شربينك يا امه. كيشير لهاد الشيخ وهاد المرأة وكيقول لي هاد ابويا وهاد امي يا شانه. قربي قربي منهم
وانا جايه فرحه نقرب منهم والارض شقات ثم تفحت وغبرنا انا وديازان والجهاد ديالنا. وهكذا احنا هابطين لقاع الارض وديازان كيصيح باعلى صوته وانا كنبكي وكنصرخ. وهكذا فقت ولقيت راسي كنصيح. لاباس عليك يا مولاتي، كل خير. هذه المنامه دايما مفتقدة في غالك على سيدي ديازان وتحكيت فيه. كتشوفي هذه المنامه خصوصا هو فرقك ومشايد حتى على اهل الاصل؟ لا يا عنبر، قلبي كيحدثني باللي ديازان واقع بيه مكروه. انا عمر احلامي ما كذبات. يا مولاتي، ديازان مؤمن بالله العلي العظيم، هو له اكبر معين. قولي كل شيء من الطعام وخلي عليك الاوهام. يا رب عين ورعاه واللي قصده بالشر خيب يسعاه. مولاي مولاي. اش بيك يا نبيل يا قائد الجيش؟ مولاي، المخبرين على ابراج المدينه جا واحد منهم كيخبرنا بلي الجيش جرار كيتعدى 100,000 فارس مغوار وحاملين لرايس ارعد الكبيره قاصدين ديارنا، ومن هنا تحت الظلام يكون وصلونا. اش كتقول يا نبيل؟ جيش جرار 100,000 فارس؟ نعم يا مولاي، والمخبرين كيقولوا بلي شافوا معاهم سقرديون لاعين. جهزوا الرجال يا نبيل واستعدوا للقتال. يا مولاي، هذا الجيش كانه الجراد المنتشر جا من جهه شمال المدينه وسحب على عساكرنا القريبه تقاومه. يا نبيل، مولانا الخالق اللي ساعدنا وعنا عليهم في الجوله الاولى يساعدنا عليهم في الجوله هذه. لكن يا مولاي، الجوله الاولى كان معنا ديازان الغوار والمقدم سعدون الجبار، والان احنا ضعاف امام هذا القوم يا مولاي. ويلك يا نبيل، واش نعملوا؟ نستسلموا لهذا القوم الغدارة؟ نبيل، احنا الان اصبحنا كنامنوا بالرب العظيم وقرينا صحف ابراهيم وتعلمنا من هذا الدين السليم الصبر والوقوف امام كل ظالم. يلا جهزوا العساكر وعنايه الله معانا. امرك يا صاحب الامر. سيدي افراح. مالك يا رجل؟ جيش يا سيدي، كانه الجراد قصدنا من جهه الجنوب. كيفاش جيش اخوه؟ نعم يا مولاي، هذه مكيده دبرها ارعد للانتقام، قصدنا هو والحلفاء ديالو من الشمال والجنوب. اعتمدوا على الله ووزع العساكر يا نبيل يا قائد الجيش، وما يكون الا ما اراد الله. سلامة رجوعك يا سيدتي قمرية. اهلا بك يا حكيم الزمان، فين سعدون اللي جبتيه معكم؟ قامت بانزال الكهف اللي فيه الماء، وهو الان غايب وجروحه سايلة والماء وصل للعنق ومعلق من يديه بالسلاسل وكنتظر رجوعك يا مولاي. اسمع يا حكيم، اليوم كذب اقلامكم وخطوطكم وتعزامكم وكذبت الخرافه اللي قالت غادي يحاربني ويكون سبب هلاكي. اليوم وضعت حد لحياته. كيفاش مات ديازان؟ مات تحت ضربات سيفي وسيوف العبيد اللي كانوا معايا وخليته غرق في دمه. يا عظيمه العظماء يا سيدتي قمريه، هنيتي زحل من هذا الماكر الناكر فضل زحل. ما سعدون اللعين غادي نغدا نبعثوه مدلول ومكبل وبجراح المولاي شي ارعد هو اللي غيقول فيه الكلمه ديالو، وحنا غادي نستعدوا للهجوم على اسرائيل. الان سهل القبض على هذا اللعين اللي خرج على طاعه مولاي ارعد. لكن يا مولاتي، شقيق السربيون بعث لي باللي هما فريقهم الهجوم على إفراح 100,000 فارس زيادة على الحلفاء اللي كلهم عازمين على محق آثار إفراح. لازم حتى أنا ما نركب على رأس الجيش ونقصد مدينة إفراح ونتسلم الحكم فيها ونقتل كل من كفر بزحل وآمن بإبراهيم ودون يزال. زحل يحميك يا مولاي. سعدون يوجد النحس يا سعدون، اسمع، جيت نبشرك بواحد البشرة مهمة. رب الأماني يا شقيق إبليس، عليك لعنة الله. اسمع أولا البشرة يا وجه الظلام، مولاك وسيدك ديازان مات شر موته
تختار السيف، سيف امراه، وانت يا خنزير غادي تبقى في هذا الماء ودمك سايل تتوصل لمولانا ارعد العظيم وتم نهايتك المحتومه. اخذكم الله يا اعضاء الله. فين هي قوتك يا سعدون؟ فين هي عظمتك؟ اذا كان عمري طويل يا لعين غادي تعطيك ثمن توشقيقك المنحوس. اغرب من امامي، اخذك الله. فاش تطردني وانا ضيف في هذا المكان العظيم اللي انت فيه؟ يا ويلك يا عدو الله، اذا كان مقدر نعيش بقي في هالسيارة. انا متمني لك البقاء، انت عايش تنشوف جميع انواع العذاب. الصمود يا عرب، الصمود يا رجال. يا خيمتك يا افراح، رجالك هاربين وخلين اموالهم وديارهم ونسائهم واطفالهم. هبطوا هبطوا افراح. تبا لكم يا اعداء الله، خذوه وكفلوه وكفلوا جميع المعتقلين اللي معاه. اه يا سخرديون. يا لعين اخداك الله. فين هما رجالك يا افراح اللي انتظرتي عليهم في الجولة الاولى؟ لو جبتيهم يا احقر الناس لو كانوا شفتوكم في البطاع. للاسف ما وجدناهمش. يلا خذوا مكبل وضموه المعتقلين حتى يقول فيه سيدي ارعد الكلمة ديالو. بعد مني اخذاكم الله، اخذاكم الله. يلا يا رجال، يلا 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 يا رجال دخلوا دار افراح. يا رجال دخلوا دار افراح وجيبوا الجوهرة المصونة شامة، وعندكم تستعملوا مع العنف راغد يصبح زوج المولاي ارعد الكبير. شربوا شربوا يا رجال وقولوا جزاء على ما قمت به من إقدام وبطولة. وانا راني غادي نبعث رسول يخبر سيدي سيف ارعد العظيم بهذا النصر، ورسول ثاني القمرية الحاكمة على حمراء اليمن، ومن بعد نعرفوا شنو هي اوامر ارعد كبير جديدة. وغادي نبعث سيدتي الشامة مع جماعة من الفرسان عند الوالي ارعد، وغادي نبعدوها من هذا المكان خوفا رجوع دو يزن وسعدون للقناهم غايبين لحسن حظنا. حيث حال يا رحب عظيم سيد الحكيم الكريم. كلم يا رجل كلم. هذا مخبرين ذاتهم الحكيمة القمرية هي وشقيقكم العظيم سخرديد. فين هما هاد المخبرين؟ ها هما يا سيد. على الحكيم الجليل التحية والتعظيم، من عظامة قمرية الأبية إلى سخرديون الحكيم، قد خبركم سيداتي قمرية انها جايه للمساعده ديالكم على افراح وقوم، وكتبشركم باللي عساكرها لقات البطل اللي اسمه ديازان هو وسعدون السنجي. اما فيما يخص ديازان كتبلغكم مولاتي باللي مات وانتهى، اما سعدون هو الان معتقل وغادي يبعثوا لمولاي ارعد الكبير. اوه هذا خبر يفرح، ديازان مات وسعدون معتقل. الآن هنا بنا، الآن طهرت أخطار الحبشة والسودان من أعداء زحل. هيا مرحوا يا رجال، دو يزن مات وسعدون معتقل، ذبحوا الضيوف
فرخوا الأقداح، وصولوا وشولوا في البطاح.